كل شيء تحت سلطانه وكل شيء تحت أمره، فقط أن تعطيه قلبك، أن تعطيه اليقين، أن تعطيه صدق اللجأ إليه. أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجاء، فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد صر لونه ونحل جسمه وفي حزن وألم. جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته، فقال: هل رأيت فلان؟ قلت: ما رأيت. قال: قلت له: كيف موضوعك أو حاجتك؟ قال: والله إلى الآن ما انقضت، وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلان. قلت له: لا لا أبدا، هناك من يحل لك موضوعك، هناك من يكفيك همك. قال: من؟ قلت: قال: يؤثر على فلان الذي هو مثلا رئيس الإدارة. قلت: نعم يؤثر على فلان. قال: تعرفه؟ قلت: نعم أعرفه. قال: تستطيع أن تكلمه؟ قلت: نعم يمكن أن تكلمه وتكلم أنت. قال: لا أن تكلمه جزاك الله خير. قلت: لا ما يحتاج. ما قال: من هو؟ قلت: هو الله. قال: ها؟ قلت: هو الله. قال: ها؟ قلت: يا أخي اتق الله، لو قلت لك فلانا من البشر وزيدا وعمر كان قلت هيا. ألما قلت لك الله قلت لي ها؟ نعم ما عرفت من هو الله. تعرفه ولكن في هذه المواقف ما عرفته صدق المعرفة. هل لا جربت؟ الآن جربت فلان مكث أكثر من 3 أشهر وهو يتردد على زيد وعمر على زيد وما حلت المشكلة. فشاء الله عز وجل أن خرج هذا الرجل، فقلت له: جرب دعوة الأسحار، جرب دعوة الأسحار، فإن الله تعالى يقول: هل من داع فأستجيب دعوته. والله يا إخوان شيء عجيب. قلت له: ألست مظلوما؟ قال: نعم. ألست حق من حقوقك ضائع؟ قلت: نعم. جربت العباد؟ جرب رب العباد، قم في السحر وحس كأنك أمام الله، أن تعبد الله كأنك تراه، اليقين، واشتكي كأنك أبدا جميع ما أصابك اشتكي. شاء الله بعد أسبوع واجهته، وإذا بذاك الوجه المستبشر المشرق المنير خيرا إن شاء الله. هو كان يبحث عن وظيفة. يقول: من العجيب أنني قمت من مجلسك حتى ذلك الرجل الذي كنت أوسطه ما بحثت عنه، وعلمت أنه والله أنني محتاج إلى هذا الكلام، وأن الحل في هذا الذي كنا نبحث عنه، أن الحل هنا. قال: فمضيت إلى البيت ونمت تلك الليلة، ومن توفيق الله أنني قمت السحر. كيف؟ كأن شخصا أقامه لما صدق مع الله. يقول: ومن عادتي ما أقوم السحر، لكن تلك الليلة ما أدري كيف كأن شيئا أيقظني. يقول: فاستيقظت وصليت ودعوت الله عز وجل، ولدت بالله فعلا، يقول كأنني أراه. يقول: وسبحان الله العظيم، فأصبحت الصباح فقلت: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه حاجته. يقول: وإذا بشيء يقول: لا، بدل ما تذهب من داخل المدينة اذهب من طريق كذا. يقول: وليس عندي حاجة في ذلك الطريق. فمررت وإذا بي أمر على إدارة معينة، فلما مررتها قلت: ما المانع أن أسأل؟ يقول: والله كأن معي شخص يقودني. فدخلت على رئيس تلك الإدارة وإذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويجلسني بجواره. كيف حالك؟ بخير؟ قلت: الحمد لله. قلت: والله موضوعي كذا وكذا. قال: فين يا شيخ؟ نبحث عن أمثالك. أي والله يا أخي نبحث عن أمثالك، عندنا وظيفة كذا ووظيفة كذا. خيره بين حسنين، إحداهما أعلى من الأخرى، كان يتمنى ما دونها في الموضع الذي كان يبحث فيه عن الواسطة. يقول: فقم الآن واذهب إلى مدير التوظيف وقل له: أرسلني فلان لك، أعطني وظيفة رقم كذا ورقم كذا. يقول: فقمت وأنا لا أدري أين أضع قدمي، ما أدري كيف، ما أصدق، أكد ما أصدق في طرفات عين. يقول: وإذا بالهم الذي عندي قد فرج، حتى إن الله عز وجل ما رضي لهذا العبد أن يمسي وحاجته في قلبه، لا إله إلا الله. يقول: مع بداية الدوام مع الصباح. يقول: فمضيت فأعطاني أرقام الوظيفة، وكان زملاء لي قد تعينوا قبلي يمكن قرابة 10 أيام، أنا مكثت في التعيين 3 أيام وانتهت معاملتي، وجاءني بذلك الوجه المشرق المنير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل. يا إخوان ما عرفنا الله، ما عرفنا الله، نعرف الله الله، لكن التطبيق، العمل، اليقين بالله عز وجل،
الثقة بالله سبحانه وتعالى هذا أمر لا نشتكيه إلا إلى الله. فحلاوة الدنيا وحلاوة العمر في اليقين بالله عز وجل. ولذلك ائت بعبد قوي اليقين بالله، لو قلت له الجن والإنس يكيدون لك يقول لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك كان أصدق الناس إيمانهم أنبياء الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل فرمي على نار تؤجج ويجمع لها الحطب 7 أيام وادي، حتى ما استطاعوا أن يرموه بجوار الوادي، وإنما وضعوه في المنجنيق ورموه من بعد على تلك النار حتى يطفوا ما في أنفسهم من الغل عنه. فلما صار بين السماء والأرض جاءه جبريل فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ جبريل هذا لو بجناحه يطفئ النار، لو جاء لواحد منا في هذه الحالة ما الذي تتوقع منه؟ الله المستعان. كان يقول يا جبريل أنقذني يا جبريل. لكن إبراهيم الله أكبر صاحب اليقين لما قال له هل لك من حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، ما لي حاجة إلى أحد سوى الله، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافي، ونعم الوكيل ثناء على الله عز وجل. فقال الله في طرفة عين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، حتى جاء الأمر الإلهي من السماء، لأنه عظم الله فعظمه الله عز وجل في السماء. ولذلك بهذه العقيدة التي كانت عند إبراهيم خلد الله ذكره وأبقى فضله في كتابه حتى جعله إماما للمتقين. إن إبراهيم كان أمة جعله الله أمة بن آدم باليقين. ولذلك يكون الرجل واحد عن أمة بالإيمان بالله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا اليقين نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى من يغذينا به، وهو حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى، وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. ولذلك أبدا تجد العبد مهما تقول له من الفجائع من شياطين الإنس والجن ما يعدهم شيء في جوار قدرة الله عز وجل. هذه القصة التي ذكرتها لكم للموظف سبحان الله ذكرتها لرجل، وفيها قصة أخرى تتبعها مبنية عليها، فأسى الوقت يدركنا حتى نقولها وإن شاء الله سنختصرها. هذا الرجل كان مسؤولا عن موضع وكان عنده مجرم، فعلى أساس أنه يقبض عن طريق هذا المجرم بمجرمين آخرين وسع له النطاق حتى فر هذا المجرم عنه. يقول هذا الرجل وهو الشباب الصالحين نحسبهم، يقول فلما فر تذكرت القصة التي ذكرت لي عن هذا الرجل، يقول فأعطيت مهلة 1 أسبوع بحثنا عن ذلك الرجل بشتى الوسائل كأن الأرض التقمت ما وجدنا له أثر. يقول سبحان الله عظيم فتذكرت القصة ما أدري أظن ليلة الجمعة، يقول فنزلت إلى المسجد النبوي وصليت ما شئت أن أصلي، ثم صليت الفجر وقلت ما دام الأمر هكذا فأنا لا أخرج وأنا أدعو الله وأبتهل إلى الله عز وجل، وقلت لن أخرج من المسجد إلا بعد طلوع الشمس. يقول أثناء انتظاري والله كأن هاتف بجباري يقول لي قم، ترانا الرجل جاء. إي والله الرجل من خيرة الشباب نحسبه ولا نزكيه على الله، شباب شابا صالحا مستقيما نحسبه. يقول فجلست حتى أشرقت الشمس فصليت الركعتين ثم مضيت، وإذا عندي إحساس بأن الرجل قد انتهى أمره. يقول فلما جئت إلى الإدارة وإذا بالرجل موجود داخل الإدارة قد سلم نفسه بنفسه. إي والله يا أخي. يقول الحارس الذي على الباب قبل صلاة الفجر دعوات الأسحار، هذا يدعو في السحر وهذا يقاد بقدرة الله عز وجل حتى يأتي إلى الباب، حتى إن الحارس الذي كان بهت لما رأى قال له أنت فلان؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أسلم نفسي. بهت ما استطاع. يقول فأدخل إلى موضعه، يقول جئت فوجدته في موضعه وكان بقي يوم واحد عن انتهاء المهلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلذلك يعني كل الوسائل وكل القوة تخور أمام قوة الله عز وجل، وكلها تذل أمام هيمنة الله عز وجل وسلطانه. ووالله لو جلسنا إلى بزوغ الفجر نتحدث في اليقين بالله والاعتصام بالله ما وفينا الله شيئا من حقه علينا، ولا ما بلغنا مثقال ذرة من عظمة الله وكمال الله لا إله إلا. ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين الكامل
والثقة به سبحانه وتعالى. وأختم هذا بالوصية ببذل ما يستطيعه الإنسان في طاعة الله عز وجل، خاصة ماله، قدر ما يستطيع يواسي به المحتاجين ويطعم به الأيتام والأرامل، لأن هذا مما يرحم الله عز وجل به القلوب والقوالب.